مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم حلا المانجو. حلا كتير كتير سهل بالتحضير واروع من هيك ما في، عن جد كتير كتير روعة. بنصحكم تجربوا هيدا الحلو اللي بدي اعمله انا وياكم. بهيدا الشكل الرائع، ما شاء الله منا شكل ولون عن جد كتير حلو. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا كوب عصير مانجا وجلي بنكهة المانجا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحط العصير بالطنجرة، كمان بحط حليب، حطينا كوبين حليب يعني 500 ميلي حليب. كمان بحط ملعقتين طعام نشا. بحركن شي بسيط. فوقن سكر عشان هيدا العصير المانجو فيه سكر منه، فيه كتير حلو. هلأ بحرككم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عند الخليط بهيدا الشكل، هلا بطفي الغاز. بحط الخليط بالصينية. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله شو حلو هيدا اللون. عن جد ريحة وشكل كتير كتير روعة. هلأ بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي نص ساعة. عنا هون 350 ميلي مي مغلي. أكيد الجلي بتعملوها على الطريقة المكتوبة على الظرف. أنا عندي 350 ميلي مي مغلي وظرف الجلي، بحط الجلي فوق المي. بحركن منيح لأتأكد إنه الجلي داب. بس داب الجلي، هلأ بدنا نكفي أنا وياكم. وهيدا المانجو شو عملت؟ قشرتها وقطعتها بهيدا الشكل لسرع الفيديو. أكيد كلكم بتعرفوا تقشروا مانجا وتقطعوها. حط الجلي على المهلبية على رواق بهيدا الشكل، بوزعها توزيع عشان ما ينتزع شكل المهلبية عنا. بنصحكم نصيحة، الجلي اللي بتجيبوه جيبوه نباتي عشان الحيواني بيطول كتير كتير ليجمد. هيدا النباتي بياخد حوالي نص ساعة وبيجمد.
حلو، كتير كتير سهلة وسريعة وعن جد رائعة. بتمنى تجربوا الطريقة. بعد ما حطيت الجلي هلأ بوزع المانجا. هلأ بحطهم بالبراد أقل شي نص ساعة. هيدي حلو المانجو اللي عملتها أنا وياكم بعد ما حطيتها بالبراد ساعة، صارت عنا بهيدا الشكل، شكل كتير كتير رائع وبشهي. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.